جمعة ماضون حتى إسقاط النظام. رومانيا بوخارست. حناجرهم لا تتوقف عن الهتاف وقلوبهم معلقة بالوطن، فبعد المسافات لم يقف حائلا أمام السوريين المغتربين للتفاعل مع قضايا سوريا وقضايا الشعب الذي يعيش منذ أكثر من 6 أشهر على إيقاع واحد هو الحرية واستعادة الكرامة. فها هم أبناء الجالية السورية في بوخارست يتجمعون أمام مقر السفارة السورية لمساندة ثورة الشعب السوري ضد الطغاة والمستبدين، رافعين لافتات تندد بالمواقف الروسية والصينية المتخاذلة تجاه الشعب السوري، وتحمل هذه الدول مسؤولية نزيف المزيد من الدماء السورية. تندد بالموقف الروسي والصيني. وأمام البرلمان الأوروبي تجمع العشرات من أبناء الجالية السورية للتعبير عن شكرهم لمواقف الاتحاد الأوروبي الإنسانية اتجاه الشعب السوري. وفي لقاء مع إحدى قنوات التلفزة الفرنسية يتحدث هذا العسكري المنشق عن هول الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين. النظام يجبر العسكريين على تصويب الرصاص نحو المتظاهرين المدنيين، ومن لا يطلق الرصاص يقتله. وفي الجزائر العاصمة خرج أبناء الجالية السورية والمتضامنون معهم نصرة للثورة السورية، ورفعوا لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين، معاهدين إياهم على البقاء على عهدهم وصولا للحرية واسترداد الكرامة. وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية تجمع السوريون وبأيديهم سندويتشات لفت بأوراق نقدية للسخرية من أعلام النظام الرسمي الذي يروج لوجود عصابات مسلحة ورشوة المتظاهرين بسندويتشات ملفوفة بأوراق نقدية من أجل التظاهر. سوريا بدها حرية.